اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نكهه خاصه. ان شاء الله الليله حنشتغل طاجن الطبقات وحنشتغل السلطه اليونانيه، وحيكون الحلى بتاعنا كرات العسل. حنبدا ان شاء الله باول طبقه عندنا اللي هو طاجن الطبقات. حتطلعوا تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معي طريقه العمل. طيب بالنسبة للطبق بتاعنا اللي هو بتاع طاجن الطبقات دي، أنا بعتبره من الحاجات الما مكلفة وغير كده سريع في عمله، وممكن نكون عاملين يعني بعدين نعمل فيه تجهيز مسبق ونجي في النهاية، يعني حتى لو زمننا ضيق بس مجرد إني أخذ الحاجات مع بعض وأدخلها الفرن يعني يمكن نص ساعة خلاص أموري بتكون زابطة. لو أنا عاملة حاجاتي يعني مثلا محمر البطاطس معصية اللحمة، فمناسب بالنسبة للموظفات، بالنسبة للناس اللي بيكونوا يعني عندهم مشغولين كتير في البيت أو حاجة زي دي، فبجد عملي ومريح. طيب الأول حاجة خطوة فيه وإحنا بنعملها بيكون عندنا بطاطس، بنجيبه بنقطعه وبنحمره عادي، بنحمره يعني يكون مستوي تماما. بعد ذاك دي اللي هي باحتبار الطبقة الأولى. الطبقة الثانية بجيب اللحمة المفرومة بتاعتي وبعصجها عادي، بجيب بصلة بشويحها، وبعد ذاك شنو بنزل عليها اللحمة حقتي بملعقتين زيت أو ثلاثة ملاعق حسب كمية اللحمة بتاعتك. بعد ذاك بتنزلي البهارات حقتك، بتعصجي اللحمة عادي برضو بتسويها سوا كامل، وهنا البطاطس حقك برضو مسوى سوا كامل. اللحمة بعد تعصجيها اعملي لها صلصة طوالي. أنا ليه الحاجات دي يعني بذات اللحمة كان ممكن أعملها قدامكم، لأنه لحظة أنا حنزلها في الطاجن أنا يفترض أني أضيف ليها بيض. البيض ده لما أنا أضيفه للحمة بتاعتي برضو طبقة البطاطس يفترض أني أضيف لها بيض، والاثنين يفترض أنه البطاطس تكون باردة تماما واللحمة حقتي تكون باردة تماما. عشان كده أنا جهزتهم من قبل، يعني البطاطس حمرته جاهز واللحمة حقتي معصجة جاهزة وضايفة ليها صلصة. البطاطس حقتي يفترض أني أضيف ليها هريسة، يعني أصلاً أصل الوصفة يفترض أني أضيف هريسة لكن ما متوفر لكل الناس، عشان كده أنا عدلتها وأضفت كاتشب. ليه؟ لأنه أنا عايزة اللون بس. ليه؟ لأنه أنا هحطها على البايركس وبعدين عايزة يعني الطبقات شوية يكون لونها حلو، فأضفت كاتشب للبطاطس المحمر بتاعي. المتوفر عنده الهريسة ممكن يعمل ملعقة من الهريسة، يعني كل زول حسب إمكانياته والحاجة المتاحة له. طيب الطبقة الأولى زي ما قلت لكم عبارة عن بطاطس محمرة، حمرتها قبل خليتها بردت تماما. بعد ذاك حأجي أعمل الإضافات اللي أنا حأضيف عليها، اللي هي أول حاجة البقدونس، بعدين البيض، يعني البيض أنا ما بقدر أقول لك ثلاثة أو أربعة أو خمسة بيضات حسب كمية البطاطس حقتي. أنا هسه مبدئيا حأشوف ثلاثة بيضات، إذا حسيت إنه ما كافية حأضيف البيضة الرابعة. البيض مهم في الطاجن بتاعي لأنه هو اللي حيديني التماسك، يعني بالنسبة للطبقة بتاعة اللحم وبالنسبة للطبقة بتاعة البطاطس البيض بتاعي هو اللي حيديني
التماسك بتاع الطاجن حقي. طيب اضفت البيض، بعدها هبتدي اضيف فيه البهارات حقتي. هضيف المرح، الملح بتاعي، وهضيف الفلفل الاسود، واي بهارات انا حابه اضيفها ممكن اضيفها. هنا عندي كمان كاري، حاجه بسيطه بتديني نكهه حلوه. وهنا عندي شمار برضو ممكن اضيف منه، اي بهار عندك ليه بس انا لانه اضفت. طبعا البطاطس ما فيه زفاره ما فيه حاجه، لكن عشان اضفت البيض عشان اقدر يعني ما زفاره البيض دي ما تقوم تاثر لي او تخرب لي الوصفه بتاعتي. انا شايفه كده الثلاثه بيضات انا شايفاهم كميتهم كافيه. خلاص دي الطبقه الاولى بتاعتي. زي ما قلت لكم اللي عنده هريسه ممكن اضيف منها ملعقه. هنزل الطبقه الاولى بتاعتي على البايركس. بعدين يا جماعه ممكن انا هسه استخدمت بايركس، لكن انتم ممكن في عندكم القوالب بتاعت التشيز كيك اللي هي ممكن تفتحي بعدين تفتحي الاطار اللي بالجنبات دي وتخلي شنو تخلي الطبق حقك قاعد على شنو على الارضيه تحت يعني، فبيكون شكلها كده جميل زي الكيكه احلى من انها تتعمل في البايركس، لكن ما في مشكله يعني. بس المهم هي فكرتها انه حتى لو على بايركس انت ممكن بعدين تقطعيها قطع، فبتكون الطبقة التحت والطبقة الفوق والطبقة الأولى والثانية والثالثة بتكون كل واحدة فيهم متماسكة، وبتكون لك شكلها جميل يعني بتكون واقفة لك كده زي الكيكة، فبجد شكلها حلو في التقديم. وزي ما قلت لكم يعني هذه المكونات هي عبارة عن بطاطس وبيض، وهنا لحمة مفرومة معصجة وحيكون برضو معاها بيض، والطبقة الثالثة عبارة عن جبنة موزاريلا. يعني المكونات بسيطة ومتوفرة زي ما قلت لكم، وطريقة العمل سهلة. يعني انت لو مثلا صحيتي من الصباح مثلا وانت بتعملي في الفطور، فممكن طوالي تبتدي تحمري في البطاطس بتاعك وتبتدي تعصقي اللحم حقتك وتقومي خلاص تطلعي من المطبخ، تاني ما تجي الا قبل الغداء بنص ساعة تقومي بس تعملي تضيفي البيض هنا، تضيفي للطبقتين البيض وتخطين فوق بعض وتبقي مدخلاهم الفرن. برضو انا مبدئيا حاضيف ثلاثة بيضات. طبعا اللحمة حقتي مبخرة يعني البيض ما حيأثر في حاجة، لانه ما شاء الله يعني انا مبهراها بهارات كويسة، ما حاحتاج تاني اضيف اي حاجة، حتى برضو صلصتها لانه عايز اللون بتاع اللحمة يكون جميل. شايفين خلاص برضو انا بالتقدير تقريبا اخذت معي ثلاثة بيضات، شايفه انه خلاص كميه البيض كده كافيه. طيب دي الطبقه بتاعتي الثانيه جاهزه. حتى في الطبقة بتاعة اللحم إذا حبيتوا تضيفوا بقدونس ممكن. أنا هسي هأعمل رشة خفيفة قبل ما أوزع البقدونس، حلو شديد غير القيمة الغذائية حقته. هأوزع بالراحة طبقة اللحم فوق لطبقة البطاطس، في طبعاً طبقة ثالثة، لكن الطبقة الثالثة ما حاعملها هسي. بعد ما اوزع طبقة اللحم دي كويس حاشيلها وادخلها الفرن لحد ما تستوي، بعد ذاك حاطلعها. يعني السوى حيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى بعد عملت طبقة البطاطس وطبقة البيض، طبقة البطاطس وطبقة اللحم حادخلها الفرن تستوي، دي المرة الأولى. اطلعها حارج عليها الموزاريلا بتاعتي وارج عليها زيتون، ولو عندك فلفل ألوان مع الزيتون برضو بكون حلو عشان يدي لي يعني مع الموزاريلا كده الموزاريلا لونه ابيض، واقوم احكس بالزيتون وبالفلفل الالوان بيكون الشكل النهائي جميل شديد. خلاص كده انا ساويت طبقه اللحم من فوق لطبقه البطاطس،
بعد ده الفرن بتاعي ساخن مسبق، هادخلها الفرن لحد ما تستوي عشان اجي اعمل الطبقة الثالثة. كده دخلت البايركس بتاعي الفرن، هاستناها تستوي زي ما قلت لكم، بعدين هاطلعها عشان اعمل عليها الطبقة الثالثة. وعلى بال ما البايركس بتاعنا يستوي اللحظات دي ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. بكم مرة تانية بعد الفاصل، كنت معانا لحد ما زبطنا طاجن الطبقات ودخلناه الفرن. بعد ده ما عندنا حاجة غير اننا حندخل عليه طبقنا الثاني اللي هو الحلى كرات العسل. هتطلع تشوف المكونات وترجع تشوفوا معي طريقة العمل. بالنسبة لكرات العسل بجد حلى رهيب رهيب رهيب، يعني أنا بتمنى إنكم تجربوه بجد حاجة خرافية. طيب اللي هو مكوناته زي ما أنتوا شفتوا اللي هي عبارة عن عندنا أول حاجة المكونات الجافة كوباية ونص من الحليب البودرة، ما حليب سايل، حليب ناشف بودرة، عليهم 3 ملاعق كبيرة من الدقيق، عليهم ملعقة صغيرة من الباكنج باودر، وعليهم فانيليا، والمادة السائلة الوحيدة هي البيض، هيكون عليه فيه بيضتين. طيب دي المكونات بتاعتي. وقبل كده طبعا يفترض اني اجهز الشيرة حقتي اللي هي الشيرة برضو عبارة عن كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من الموية، بشيلهم برفعهم على النار، بخليها تغلي، وبعد الغليان بخليها 4 أو 5 دقائق عشان حابة الشيرة شوية تتقل معي. ممكن برضو تدي الشيرة في رشة بتاعت فانيليا أو تديها عصرات من عصير الليمون. طيب الشيرة أنا طبعا لأنه يفترض الشيرة حقتي تكون باردة، أنا جهزتها مسبقا وخليتها هنا الشيرة حقتي جاهزة باردة. برضو أنتوا طبعا هتعملوا زي ما أنا عملتها، هتعملوا الشيرة أول وتركنوها كده على جنب، بعد ذلك هتنتجوا تبدوا تعجنوا في الكرات حقتكم، تجهزوا العجينة وتحمروها وتشيلوها هي ساخنة من الزيت الساخن مباشرة، هتنزلوا بها على الشيرة الباردة. وباردة ما بمعنى إنها باردة يعني مطلعة من التلاجة، باردة دي بمعنى إنها في درجة حرارة الغرفة. طيب دي هنا الكوباية ونص من الحليب البودرة حقتي،
عندي هنا 3 ملاعق كبيرة من الدقيق، وعندي هنا الفانيليا بتاعتي، وعندي هنا ملعقة صغيرة مليانة من الباكنج باودر. أخلط المكونات دي كده مع بعض، بعدين حأنزل عليها بالبيض، بس حأشوف الطاجن بتاعي. خلاص استوى، طفيت منه الفرن. طيب في طبعا طبقة تانية افترض، لكن هسي أنا أبدأ أعجن في الحلة بعدين حتى أرجع للطاجن بتاعي عشان أعمل الطبقة الثالثة. طيب عملت المواد الجافة حقتي كلها، اللي هي كانت عبارة عن 1.5 كوباية من الحليب البودرة، عليهم 3 ملاعق كبيرة من الدقيق، عليهم رشة من الفانيليا، عليهم ملعقة صغيرة من الباكنج باودر، جيت نزلت عليهم بيضتين. هبتدي أعجن. أعجن لأنه يدي العجن دي بتكون لينة ويدي حتى أنا حاجيب صحن حأمسحه بزيت زي ما قلت لكم، لأنه العجنة أغلبها لبن بودرة فعشان كده بتكون لينة وبتلصق في اليد. وهنا حأولع النار بتاعتي، الزيت بتاعي افترض يكون غزير وما حاسخنه شديد. هنا الزيت انا حاساه زيت كبة كتير، ممكن انقصه. يعني نزلت منه نقطتين ما اكتر. طيب هنا هحرك المكونات حقتي مع البيض. العجنة حقتي وما فيها أي مادة دهنية، ما فيها أي مادة دهنية، السائل الوحيد اللي فيها هو البيض. لكن إذا احتكت وأنا شغالة، إذا طلعت العجنة معي قوية، ممكن أعمل ملعقة أو ملعقتين من الحليب، ده إذا احتكت. إذا طلعت معي قوية شديد، إذا طلعت لينة طبعا بعمل رشات من الحليب البودرة، لكن أنا شايفة كده لحد هسي، شايفة الغوام كويس. لما أنزل الكرات بتاعتي، يفترض إنه أنزلها في زيت ما يكون حار شديد، الزيت يكون دافي. أنا في الأول فتحته عالي، لكن هسي ههديه شوية عشان الزيت ما يسخن شديد. يعني يفترض أنزل الكرات على زيت دافي، وبعد ذاك بكون وأنا واقفة جنبها بكون بقلب فيها باستمرار. ليه النار تكون هادية؟ ليه؟ عشان ما تقوم تنجد من برا ومن جوا تكون نية. وليه بنقلب فيها باستمرار؟ عشان تاخد اللون، يعني اللون يكون واحد من كل الاتجاهات. يعني دي الحاجة المهمة في التحمير، لازم الزيت حقي يكون يعني ما يكون ساخن شديد، لأنها ممكن تبوظ ليكي وتتغشي. يعني من برة تحسي الحاجة لونها أحمر ولونها لذيذ وحلو، لكن تلقيها من جوا شنو؟ حتلقيها من جوا نية. فنكون حريصين في الحتة دي شديد، انه النار حقتنا من الاول تكون يعني الزيت يكون دافي. لما انا انزل الكرات الزيت يكون دافي ما يكون ساخن شديد، وبعد ذاك النار ذاتها شنو؟ تكون هادية، وانا اصبر عليها واكون بقلب فيها باستمرار. دي كده العجينة حقتي جاهزة. بتمسحي صحن بزيت، ليه؟ لانه الصحن ده
حنكون يعني الكرات اللي بنكويرها حنحطها على الصحن عشان ما تلصق ليا. وغير كده بشيل انا ذاتي من الزيت اللي في الصحن وبمسح بعمل في يديني كده عشان اقدر اكور، لانه زي ما قلت لكم العجينه دي لينه شديد. طبعا القلوفزات ما مريحه، انت بيدك ساحه تكور لك افضل. انا حاول اعمل من غير جلوفز معليش يا جماعه، لانه بجد ما حقدر اكور كويس. شايفين شايفين باليد تطلع مزبوطه كيف؟ كوريها كلها تكون احجام متساويه. هذه اليد دي من الزيت وحاشيل كور يعني حجم انا بميل، لانه صراحه لانه يعني في الاول قطع لي احجام صغيره. ليه؟ لانه هي فيها باكنج بودر وفيها بيض جوا الزيت حتزيد، فما في داعي من الاول نعملها كبيره. وبعدين غير كده عشان تستوي من جوا لازم شنو يعني لازم ما حجمها ما يكون كبير شديد. الزيت بتاعي خلاص انا بعتبر انه كده درجه حراره الزيت مناسبه، بعدها هنزله على الزيت بتاعي اللي هو يعني انا ما خليته سخن شديد، يا دوب وكده دافي ويا دوب ابتدى يمكن يسخن. هنزل الكرات بتاعتي وحاكون واقفه جنبها وحاقلب فيها بيت باستمرار. طيب انا قبل ما اطلع الفاصل لازم اوريكم الحاجه اللي انا عايزه اعملها في الطبقه الثالثه، حاعملها في الطاجن بتاعي. طيب اهو كمان هاشيل الملعقه وباستمرار هاحركها، وهنا كمان عايزه اطلع الطاجن من الفرن. خلاص استوى، هجيب الطبقة بتاعتي الأخيرة اللي هي الموزاريلا وحأضيفها من فوق لطبقة اللحم وطبقة البطاطس. خلاص طبعا أنا أساسا من الأول البطاطس بتاعي مستوي واللحمة حقتي مستوية، يعني هسي بس المسافة البسيطة دي أنا دخلتهم عشان بس البيض اللي أنا دخلته كمان ياخذ معاي نار ويديني التماسك للطبقات بتاعتي. يعني أنا هسه هرجعهم في النار مجرد إني بس عايزة شنو، مجرد إني عايزة الموزاريلا حقتي تسيح ما أكثر ولا أقل. يعني ممكن أشغل الفرن من فوق بس، وما ننسى كمان كرات العسل طيلة ما إحنا واقفين جنبها بنكون بنحرك فيها. الزيتون بتاعي لو عندنا كمان فلفل ألوان بتكون حاجة جميلة شديد. ممكن أدي رشة بسيطة من البقدونس بتاعي وحارجعها الفرن ثاني وحأشغل الفرن شواية من فوق بس مسافة الموزاريلا السيح ما أكثر ولا أقل. هرجعها الفرن
الخراط بتاعتي، هكون بقلب فيها لحد ما تاخد اللون التحمير بتاع الحلو، اللون الحلو بتاع التحمير. وبعد ذاك هاشيلها، وهي بعد خلاص استوت وتحمرت مع التقليب المستمر هاطلعها، وطوالي حامشي بيها على الشيرة الباردة. الشيرة الباردة ممكن يعني اخليها دقيقتين ثلاثة حسب قدر ما انا اخليها، قدر ما انا بلقاها اتشربت من الشيرة حقتي، يعني حسب الدرجة اللي انا درجة التشرب اللي انا عايزاه، يعني زي ما بتحكم فيه وانا اخليها، وبعد شوية اطلع واحدة اشوفها حسيت انه دي الدرجه اللي انا دايرها بتاعت التشرب من العسل اوكي، حسيت انه عايزاها تشرب اكتر بخليها مسافه اكتر، يعني دي حاجه بتتحكمي فيها انت. خلاص بعد ده ما عندنا حاجه غير انه بس نستنى الكرات حقتنا تحمر، وبعد ذاك حاشيلها طوالي من هنا وحاوديها على الشيره البارده حقتي، ولحد ما من هنا ولحد ما الكرات حقتنا تاخذ اللون اللي انا عايزاه ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. شاهدونا الأعزاء أهلا وسهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل، كنتم معنا لحد ما عملنا الطبقة الثالثة لطاجن الطبقات، وعملنا كرات العسل لحد ما حمرتها، بعد ذلك طبعا استوت معاي وأخذت اللون الحلو. أنا كمان في الفاصل نزلتها ليه؟ لأنه ما بقدر أخليها تبرد وهي ساخنة، عشان كده بستنيتكم، شلتها من الزيت الساخن وطوالي نزلت بيها على الشيرة. وهسه هدي انا كده بوريكم ليها من جوا الشيره، لسه خلاها لانه عايزاها تتشرب من جوا الشيره كتير، عايزاها تكون كلها من جوا مليانه شيره. طيب كده خلاص الطبقين بتاعنا الاوائل اتظبطوا. خلاص بعد ده عندنا طبقنا الاخير اللي هو السلطه اليونانيه، هتطلع تشوفوا المكونات وترجع تشوفوا معي طريقه العمل. ده الطاجن بتاعي بعد ما انا طلعته من الفرن، شايفين التماسك، انا قطعت منه قطعه عشان اوريكم انه مش قلت لكم لما تقطعوه بيكون شكلها عامل زي الكيكه اهي، بس طبعا هي ساخنه شديد، وقدر ما تخلوها تبرد قدر ما بتتماسك معاكم اكتر. دي قطعه انا اوريكم بس عشان الكلام اللي قلت لكم قبل، يعني حبيت انه اوريكم ليه هو زي ما بيقولوا بيان بالعمل، فبتكون ثابتة ليه؟ لأنه أنا أضيفت البيض، وشايفين الموزاريلا ذات يعني، ولما يعني هي حارة الموزاريلا بتموت، فعشان كده أنتي طوالي بمجرد ما طلعتيها من الفرن ما تخليها، أو خلي المرحلة بتاعت الطبقة الثالثة دي آخر حاجة منها هو التقديم، عشان كمان المطة بتاعت الموزاريلا دي مهمة شديد، وهي اللي بتفتح نفس العيال عليه الأكل. طيب بالنسبة للسلطة اليونانية، اول حاجه عندي الصوص بتاعها اللي هو عباره عن عصير ليمون وملح، وفي
فلفل اسود وزيت حاجه بسيطه. الزيت براحتك، ممكن تستخدمي زيت زيتون، ممكن تستخدمي اي زيت نباتي عندك. حتى يعني انا شايفه انه نحن كسودانيين بنحب زيت السمسم، حتى يعني في السلطات عموما انا شايفه انه ما في مشكله. يعني انا مرات كثير يعني ما بعمل زيت الزيتون، يعني دائما بستبدله بزيت السمسم، مع انه بيقولوا انه زيت السمسم صحي، زيت الزيتون صحي اكثر. لكن نحن يعني ما عارفه، احنا بنحب نستسيق في السلطات بنستسيق زيت السمسم اكثر. فانت براحتك يعني اعملي حسب الحاجه المتوفره عندك وحسب المتاح لك وحسب الحاجه اللي انت بتحبيها. طيب اول مكون عندي في السلطه اليونانيه اللي هي عندي الخس، اشيل منه. بعد ذاك عندي فلفليه مكعبات، كل الحاجات يفترض انها تكون مقطعه مكعبات. عندي بصل مكعبات لذيذه، ويعني اليومين دول كمان السخانه، يعني كل ما احنا ركزنا على السلطات والاكل الخفيف كل ما كان افضل. عندي كمان خيار مكعبات، وعندي طماطم برضو مكعبات. ممكن اضيف برضو عندي اصلا بقدونس قاعد، ممكن اضيف منه. اضفت المكونات حقتي كلها مع بعض. عندي الجبنة والزيتون ديل حاخدتهم بعدين في الاخر، ممكن جوا اضيف منهم بسيط. برضو لو عندك روزماري برضو مع الصوص برضو لذيذ. عندي زيتون كامل برضو، انا حاضيف جوا حاجه بسيطه عشان دي اللي اخدتهم من فوق عشان بعدين يحتسوا لي اللون بتاعي. طيب حاجيب حاجه، حاضيف الصوص بتاعي، حاجيب كمشه للتقليب. ممكن اقلبها بدي ودي عشان اشيل بيها. خلاص كده السلطه بتاعتي جاهزه. يعني قيمه غذائيه عاليه وحاجه خفيفه ومناسبه مع الجو الساخن، وغير كده شنو سريعه ولذيذه. طبعا زي دي تتاكل بالملعقه، يعني ما حناكلها ما بالعيش، يعني ما حلوه بالعيش، حلوه انه تتاكل بالملعقه. طيب خلاص كده السلطه بتاعتي جاهزه على التقديم. سلطة خفيفة وظريفة ولذيذة ومكونات متوفرة وسريعة. خلاص كده الصحن بتاعي الكمية دي كده أنا شايفاها مناسبة. آخر حاجة هعمل شنو؟ هأضيف مكعبات الجبنة والزيتون من فوق. أضيف الزيتون وكده سلطتنا جاهزة. يعني أنا شايفة إنها كده ما بتحتاج أي حاجة، لأنه في حد ذاتها السلطة دي هي يعني مكونات ذاتها تزيين. يعني ليه؟ لأنها مكونات مختلفة و يعني كل حاجة فيها لون، كل حاجة لونها براه، الألوان مع بعض متباينة ومتعاكسة وجميلة، فما بتحتاج أعمل لها أي حاجة. خلاص أنا حاجة قديمة كده
دي كانت أطباقنا لليوم اللي هي عملنا شنو؟ عملنا كرات العسل في الحلق بتاعنا، وعملنا طاجن الطبقات اللي هو كان عبارة عن طبقة من البطاطس بالبيض، وطبقة من اللحم المفروم المعصج بالبيض، وطبقة من جبنة موزاريلا، وممكن تستبدليها بالشدر معاها رشة من الزيتون ورشة من الفلفل الأخضر، وممكن تعمل فلفل ألوان. وبعد ذاك السلطة بتاعتنا، عملنا السلطة اليونانية. ليه؟ لأنه خفيفة وزريفة ومغذية ولذيذة، فكده مع بعض منيو جميل ممكن تعمليها للغداء بتاعك. فحاجات كلها مع بعض خفيفة وزريفة واقتصادية. طيب كده خلاص حلقتنا انتهت، استودعكم الله وأترككم في أمان الله وحفظه، ومع السلامة.